ايه رأيك في مكاتب الزواج اللي منتشرة اليومين دول او صفحات النت اللي بتوفر شريك الحياة؟ هي مفيدة شوية، لأن بتديك فرصة إن أنت تعرف أكتر عن البني آدم اللي أنت ممكن تختار إن هو يعيش معاك بقية حياتك كده. بس في نفس الوقت إن هي ممكن لها سلبيات، إن أنت ممكن تلاقي ناس بتقول كلام مش صح، يعني ممكن حد يقول صفات مش فيه أصلا لمجرد إن هو يقول بس كلام عشان خاطر يرضي اللي قدامك، بس إن هو ما بيقولش كلام صح فيه. فهي لها يعني ميزة، وفي نفس الوقت لها يمكن ده ممكن يكون حاجة من العيوب اللي هي موجودة فيها. وغير كده كمان انت ممكن بتتكلم ما تحسش ان هو بتلاقي المقابل من البني ادم اللي قدامك، يعني ما تكونش مثلا بتلاقي فيه احساس منه او الكلام ده كله، ممكن كله كلام مجرد بس كلام بيتقال وخلاص. الزواج عن طريق مكاتب الزواج افضل عن افضل بشويه عن طريق الزواج عن طريق النت، لان النت ده بسلاح ذو حدين. ممكن ما تعرفش اللي بيكلمك شكله ايه ولا صفته ايه، ايا كان متعلم ايا كان جاهل، ما بيبقاش في خلفيه. اما بيبقى عن طريق مكاتب الزواج فدي مكاتب بتبقى عينيه ومعينه الامور ديت، وبتبقى واجهة. حتى لو في حاجة ممكن تروح تسأل، يعني بيسألهم هم على كده بعد ذلك، وبتبقى يا مكاتب عالية مرتفعة شأنها مرتفعة، يا بتبقى مكاتب يعني ما لهاش يعني ان الواحد يتعامل معاها معاملة تانية بعد كده. يعني ما لا طبعا مش بثق فيها، مفيش ثقة فيها، لأن بيبقى فيها ضحك كتير وفيها نصب كتير، فبقى في توافق. يعني لما احب اختار شريكة حياتي هيبقى في توافق بينا، واكون اعرفها، اعرف كل حاجة عنها، مش هرجع للصفحة ما اعرفش حاجة عن حد واروح. ومكاتب كلها بتبقى معظمها نصب على الشباب وكده. انت شايف ان المكاتب ما حلتش المشكلة كبديل للخطبة اللي كنا بنشوفها في الافلام زمان؟ لا محلتهاش، لان معظمهم لما بيعمل كده بيبقى شباب عاوز يقضيها، عاوز يتسلى كده بس. لا طبعا مش بثق فيها، ما فيش ثقة فيها، لأن بيبقى فيها ضحك كتير وفيها نصب كتير، فبقى في توافق. يعني لما أحب أختار شريكة حياتي هيبقى في توافق بينا، وأكون أعرفها، أعرف كل حاجة عنها، مش هرجع للصفحة ما أعرفش حاجة عن حد وأروح. ومكاتب كلها بتبقى معظمها نصب على الشباب وكده. لا والله يا فندم مش معترف بيها أصلا، المفروض أصلا عن طريق الأهل وكده، يعني ألجأ للأهل وهم يجيبوا لي العروسة، يعني مش محتاجة إن أنا أروح لمكاتب زواج وحاجات من دي. بس عشان انا كتير اصلا بتبقى نصب وحاجات من دي، ممكن اصلا يتجوزوا واحده ما تكونش كويسه وبتاع، يجوزوها على كناس ان هي محترمه وكده. يعني يا فندم يعني في بعض الاوقات لو في مثلا ظروف معينه مضطر ان انا اقدم فيها ماشي، ما فيهاش مشكله يعني حسب الظروف اللي بتقدم فيها، بس لو في حاجه عاديه يعني ممكن تلجأ يا اما الاهل يا اما الاختيار الشخصي العام، بس مش اكتر. طب ايه رايك في صفحات النت او المواقع اللي على الانترنت اللي بتوفر شريك الحياه؟ هل انت شايف ان هي جاده ولا لا؟ في بعض الاوقات ممكن تكون جاده، بس على حسب برضو الشخص اللي هو هيقابل الظروف دي، لان لو قدر ان هو مثلا يلاقي حاجه كويسه بالنسبه له مفيش مشكله، لان كله بيوفر يعني بيوفر الحاجات اللي هو للناس كلها اغلبتها محتاجاها، انما لو يقدر هو يوفر من مستواه الشخصي مفيش مشكله عادي. هي حاجة كويسة يعني في الوقت اللي احنا عايشين فيه في المجتمع، وكمان الظروف مثلا لو واحد ظروفه مثلا اتهيأت ممكن يتهيأ مثلا الظروف، لو ممكن نخطب عن طريق الأهل. بس أكتر حاجة يعني مكاتب الزواج اليومين دول بتوفر يعني حاجات كويسة، فهي اليومين دول بس.